ابو عبد الله. الله يحييك طال عمرك. هلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على محمد. يوم انا ترى مره واصلت معي. لا ابشر يا طول عمرك. لا انا مره مواعيدك قاعد ارتبها. عطونا يلا اخلص اخلص عندك ان شاء الله. اخلص بسم الله بسم الله جهز الامور بسم الله. خلينا نجهز المواعيد ونرتبها. يا سلام يا سلام يا سلام. يا أبوي يا أبوي. دخل المتهم رقم ثلاثة. رقم ثلاثة مين يا أبوي؟ جبناه جبناه جبناه. الله فك أحسن لك. جاءت اللحظة. فك فك اللحظة اللي أنا أنتظرها. اللحظة التي وقف هنا. هنا قاعد يخضني ذا حليب. ولا ت... ولا ت... خلاص شوف. خلاص زان الحليب. أسمع شوي شوي قطع عمر. أحمد صالح. يا أحمد صالح اسمع جايبيني انت اول شيء. هلا. اول شيء وش قبل ما تتكلم وش وتقول اي شيء؟ ما بقول شيء. تسيمجت. اصبر انت. اسمع احمد احمد خلاص رجوا جيدا قبل اذا تسيمجت ها ولا سويت فيها ترى بيرجك. طب اصبر اصبر يا احمد يا احمد وخر احسن لك. يا فكني فكني. طيب الحين لا لا كيف اتكلم معاكم؟ لا تفكه يا اخي فكني. انت عندنا اسئله كثيره نبي نوجهها لك. الله 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 نبي نوجه لك أسئلة. وش سويت أنا؟ لازم تجاوب. طب ممكن أعرف وش سويت؟ أول سؤال. أسبوع اللي راح ليش ما جيت؟ أسبوع اللي أصبر ليش؟ طيب أصبر. خسرتنا حبر. خسرتكم إيش؟ حبر. أوه. وصورة. أوف. حطينا صورة. أيوه. وأنت نسيت. وأنت نسيت. خسرتنا حبر. أيوه طيب. صورة. خلنا ركز. ونزلناها. أيوه. وحطيناها. وبدينا الحلقة. وانتهينا وأنت ما جيت. يعني. ليه؟ الحين هذا اتهام. ممكن تقول لي ليش ما جيت؟ طيب طيب وخر شوي ابغى اقدر اتكلم. ايوه يلا ليش ما جيت؟ كيف اتكلم وانا مربط؟ ليش ما جيت؟ لا 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 تكلم. ما اقدر انا تكلم. طيب لا خلي يزيد الرباط انا. بصراحه اي بصراحه يعني بوزان. هلا كنت اصبر انت اصبر. ايوه كنت متعب جدا. ايوه ليه تعرفني اذا انا تعبت؟ ليه اصبر اذا انا تعبت اتعب. ليش ليش تعبت من ايش؟ ما نبقى قادر عشانك ماخذ اللقاح ها؟ اي خلاص برزان. اقول اصبر انت اصبر تعبنا اللي وراك ماخذ اللقاح اليوم وجاي. حياك الله شرفنا حياك الله. طيب خلينا نمشي هذا. بعيد شوي نمشي هذا. امس الثلاثاء وش موديك؟ حاضر اقول اسكت اسكت اسكت. رياض امس الثلاثاء ليش حاضر انت؟ انا حاضر فريق غيرنا. انا اي اثبتوا اني انا حاضر امس الثلاثاء. بس ابشر الشاهد يا ابو رزان. يا قاضي اللي قال لك يا قاضي يا قاضينا. ايوه يلي بالحق ترضينا ترضينا يا ابن الحلال بالحق. اصبر 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 انا جاي تشهد ان حضر. انا اشهد ضد هذا المتهم. انا نعم انت. وش سويت انا؟ وش سويت؟ اصبر الحين شايفني هذا كله تقول وش سويت؟ انا اشهد انه كان موجود امس. شفت؟ لا 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 مو اي واحد وبالاثباتات وبالادله وبالادله وبشهود بعد. لا لا اسمع ابو رزان. نعم يا ابن الحلال ابلشتني احمد. يا جماعه اصبر اصبر رياض. يا جماعه خلنا نتكلم يا ابو رزان خلنا نتكلم بلا فك الرجال مالك. اسمع احمد احمد خله يقول. احمد صالح لغايه كم انت صالح ولا منتهي؟ قاعد يخض لي ساعه. طيب لا جد جد الحكم يزيد. اصبر اصبر لا اصبر اصبر. اول شيء الاخ ايش قاعد تسوي قبل شيء؟ يا قاضي القضاة. نعم يا ابن الحلال يعني اشغلت جاي الان وبرضه. لا لا انت تصدق اي واحد يقول يا قاضي القضاة. لا انت يعني تنكر انك حضرت امس الثلاثاء؟ من اثبتوا جيبوا دليل جيبوا دليل. ترى ما ترى انت قضيه انك اصبر تنكرت خلاص. ايش بسم الله الرحمن الرحيم ورزون ترى وش هو؟ فكني احسن لك. اصبر اصبر وش هو؟ اي شوف حتى جواري طاح. تعرف ذا من هو؟ رياض الخبران. لا لا تقول رياض الخبران. كم لك سنه عند غايد؟ ايوه انا لي خمس سنين. ادلي ورجع ركب برنامج. ايش اسم برنامج اسمه؟ ايش برنامج النجوم؟ النجوم شوي شوي. ايوه النجوم النجوم في تكوني هذا. ايوه مدير النجوم. ايش ذا مدير؟ لا يا شيخ يا اخي فكر احسن لك. لا 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 معلي 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 اسفين طال عمرك. وش في اسفين؟ الله يطول عمرك. عرفت اني مو انا. عرفت اني مو انا. عرفت اني مو انا. اي والله غريب. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك. وش السالفه؟ الحمد لله ناسف. انا اخر. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك والله ابد والله. اسفين طال عمرك. تفضل تفضل. الله يطول عمرك. انا والله شو وراكم. اسفين احمد بالله ربطوه احمد. والله لا وري جيت رجيت رجيت. انا اوريك الحين. خليك احمد صالح لغايه اليوم بس تشوف. العب خذ في الرجال. شكم قلبت. اسمع اسمع
استريحوا طال عمرك. والله انا بخبركم شيء. استريحوا. طيب. لحظة. والله يا رياض شوف شوف اسمع انا بصراحة زعلت عليكم بس يوم سويت الحركة هذه ايوه فخلاص ما في الا هو اللي بنقلب عليه. والله اللي تبي طال عمرك. لا ويبدا المهرجان. اصبر اصبر. اصبر. ايش السالفة؟ ترى يحالف. انا مخليكم انا مخليكم انا مخليكم والحين بيبدا المهرجان بس لا حد يطلع من الهواء ابو رزان احبك واقدرك لا حد يتحرك رياض ترى يحالف والله يا اركب شيء امزح معك ما في شيء وقف وقف ما في شيء ما في شيء ما في شيء مصدقين وقف يا مخرج ما مصدقين انتم والله انت ما تضمن ولا والله العظيم مالك امان والله ما لا لا ما مسوي شيء بس خليك اقول ارجع من جديد واوريكم يا الله ادخلوا يا الله لا حد يتحرك لا حد يتحرك ابو رزان يلا لا حد يتحرك شوف تعالوا تعالوا لا حد يتحرك لا حد يتحرك ايوه ابو رزان وقف 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 مكانك 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 لك بس انا ودي اعرف مكانك مكانك سكر شوف انتم ما تدرون اني انا امس جيت دقيقه 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 لا لا ترى الرياض هنا ارجعوا هنا ارجعوا ارجعوا التائب من الذنب كم لا ذنب له يا شوف. رجل نبدا المهرجان كمان لا لا خلاص احنا نعلن نعلن هو رياض جيت والله كنا اسبوعين امورنا تمام طيب ترى امزح معكم يا شباب امزح النحس النحس برا لا نمزح يا مخرج يا مخرج خلاص 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 لا نجلس طال عمرك والله ما عاد حد يجي طيب انا بقول لك شيء يا رياض انا بس ودي اعرف ذا اللي طامر هذا منه بسم الله علمك بيني بينك علم لا لا استريح والله امزح معك كلطمه طال عمرك بس ابو رزان صدقته يا ابو رزان لا بعد في بعد في لطمه ثانيه لا يا شيخ يا هلا بالحبايب والله اني مشتاق والله شوف الوحيد اللي في القناه محلل راتب الجميع هذا عمال البوفيه جايب ما شاء الله ما شاء الله انت ما تعقل لا لا والله امزح معكم انا اعرفكم انكم ابو ذوق ما انا ما سويت شيء والله ما ما تركد من مقالبك ما تركد والله انا مو قلت لكم انا ابغى رياض معنا حطوا يا شيخ احمد صالح ايش يقول اول ما جاء اليوم قال انا بربط رياض طب احنا مرتبين المشهد قال بس يا اخي انا والله ما اضمن الرياض لا 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 ابد والله انا خايف من الرياض يا اخي حرام والله ترى الجمهور يحسبه مرتبها اللقطه الاخيره لا والله مو مرتب والله انا تفاجئنا والله تفاجئوا الشباب واعتذر منكم انا والله اني قلت بيدخل علينا اسود لا لا خلاص تعابين تعرف الاسود هذه فيها مشاكل وفيها اشياء ثعالب امزح مع لا 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 امزح معكم والله يا شباب احنا اسبوعين كنا وش حلو بسم بالله زين لكن الرجال جاء لا والله اني اشتقت لكم شوف انا مريت على ايام كثيره انا خلوني بس زي الهيل اللي في الرز المندي ما ادري صح كذا اي في المندي كويس انك عرفت انك مثلي ايوه بزينه ذي بس بصراحه زي يومكم ما شفت يا زينك يعني ما في مدح الان واحد